ده الفيديو الرابع، هناخد فيه 3 غرز. الغرزة الأولى غرزة السراجة المائلة رقم 1، الغرزة الثانية غرزة السراجة المائلة رقم 2، الغرزة الثالثة هي اسمها غرزة الكليبات. هتجيبي قماشة من عندك برضو قطن عشان ما تمطش معاكي، لو ما عرفتش تستخدميها هاتي برضو الطارة زي الفيديو الأولاني، أنا مورياكي تستخدمي الطارة مع القماش ازاي. هتعملي خطين الفرق ما بينهم 1 سنتي يكونوا طول بعض، وهتبتدي تقسميه 1 سنتي لحد الآخر بنقط كده من فوق ومن تحت يكونوا قد تحت بعض. خدتي النقط بتاعتك تكون مسافات قد بعض، هتبتدي تجيبي خيط، هيبقى الخيط قطن برلي، ده اللي انا بستخدمه، تبقى فتلة واحدة مفرد مش مجوز. هتبتدي تخش من اول نقطة من تحت من الخط اللي تحت زي ما انت شايفة، وهتطلعي تخشي في الخط اللي قصادها مش اللي فوقيه، اللي قصادها، هتطلعي بالإبرة من النقطة اللي جنبها. يعني انتي نزلتي من نقطة هتطلعي من النقطة اللي جنبها، من فوق هتطلعي في اللي قصادها. معلش انا هنا غلطت فيها، هي من فوق المفروض مش من تحت زي ما انتي هتشوفي كده، اهي تنزلي من إبرة من فوق لتحت وتخشي في النقطة اللي جنبها. اهي شايفاها، نزلتي في النقطة تطلعي من النقطة اللي جنبها بحيث ان هي تعمل شكل سراجة من ورا في الخط اللي فوق وفي الخط اللي تحت. تاني اهي، وتكون مائلة واخدة ميل كده، دي برضو بتبقى تحفة في الشغل. طبعا احنا نعتبر الف ب تطريز. بعد كده هجمع لك كل الغرز دي ازاي تعملي بيها رسمة شكلها شيك وحلو، سواء على طارة او اللي هي الطارات اللي هي بتستخدم دلوقتي في التزيين، او على منديل، او على ملاية على حسب استخداماتك، او على هدوم. هوريكي كل الكلام ده ان شاء الله. خلصتي برضو هتعملي عقدة من ورا، علشان شفتي هي سراجة من ورا اهي، علشان ما يكرش منك الخيط بعد ما تعبتي وايه في الشغل. تاني غرزة معانا هي الغرزة السراجة المائلة رقم 2، هتعملي برضو خطين بس المرة دي النقط مش هتبقى قد بعض، هيبقى فيه 1.5 بعد كده نص سنتي، 1.5 بعد كده نص سنتي فوق وتحت، بيبقى تحتيها برضو، يعني كل نقطة هتاخديها تاخدي اختها تحت على نفس النقطة بالظبط. وركزي في اللي انا بعمله بايدي. النقط تبقى زي بعض من تحت وفوق، يعني انت خدتي نقطتين 1 سنتي يبقى تحتيها بالظبط 1.5 سنتي، خدتي فوق 0.5 سنتي يبقى اللي تحتيها بالظبط 0.5 سنتي، يعني النقط فوق بعض.
هتبتدي هتخشي من أول نقطة بالإبرة والخيط من الصف الأولاني، هتنزلي على نص سنتي اللي هي أول نقطة دي زي ما انتي شايفة كده، هتاخديها طبعا سراجة من جنبها، انا هنا دي انا نسيتها، هتاخديها سراجة من جنبها عشان تديكي شكل سراجة من ورا زي اللي فوق. هتنزلي بقى على النقطة التانية اللي هي مش احنا عاملينها نص سنتي، نقطتين جنب بعض، احنا نزلنا على النقطة الأولانية، هنا هننزل على النقطة التانية بحيث ان الفتحة اللي فوق تبقى 1.5 سنتي والفتحة اللي تحت 0.5 سنتي. نزلتي من فتحة هتخشي في الفتحة الايه اللي جنبها بحيث ان هي تبقى شكلها سراجة. يعني عاملة كده كأنها 8 و7، 7 و8. الفتلة الحتة اللي انتي نزلتي منها هتطلعي من اللي قصادها بحيث ان هي تعمل لك سراجة من ورا. خشي على 0.5 سنتي اللي تحت، ركزي في ايدي برضو متركزيش مع حاجة تانية. يبقى احنا كده بننزل من 1.5 اللي فوق على 0.5 سنتي اللي تحت بشكل مايل، بعد كده بنخش سراجة من جنبها، نطلع بالفتلة من الناحية التانية، نطلع على اللي فوقيها، يبقى كده سراجة مائلة، واحدة يمين وواحدة شمال، واحدة يمين وواحدة شمال، مدياكي على شكل 7 وشكل 8، وبرضو ثبتيها من ورا لما تخلصي علشان الخيط ما يكرش معاكي. وده شكلها اهو، ومن ورا سراجة برضو اهي زي ما انت شايفة. الغرزة اللي بعد كده اسمها غرزة الكليبات، هي هتبقى زي الغرزتين اللي فاتوا بس احنا هنعمل لها 3 خطوط، 3 خطوط كل خط 0.5 سنتي، يعني خط وبعد كده 0.5 سنتي تاخدي خط كمان، وبعد كده 0.5 سنتي وتاخدي خط كمان، 3 خطوط. وهتبتدي تنقطي 0.5 سنتي زي ما انت شايفة كده لحد اخر السطر، 0.5 سنتي 0.5 سنتي 0.5 سنتي. بس دي بقى هتبقى اتجاهها ناحية الشمال مش زي اللي فوق اتجاهها ناحية اليمين، يعني هتبقى زي السراجة المائلة رقم 1 بس اتجاهها شمال مش يمين. هتخشي من أول نقطة على ايه، على تاني نقطة تحت قصادها اللي قصادها تحت زي ما انت شايفة كده، وهتبقى دي لحد النهاية كده، والسطر اللي تحت هيبقى زي السراجة المائلة اللي فوق هيبقى اتجاهها يمين. وتفرجي واتمنى ان المعلومة تكون وصلت لك.
اتفرجي وتابعي ايديا كويس جدا، لان هو ده اللي هيفيدك بعد كده. وتاخديها سراجة برضو من اللي جنبها، يعني انت نزلتي في نقطة تخشي على النقطة اللي جنبها بالظبط، تطلع على النقطة اللي قصادها وتخشي على النقطة اللي جنبها، تسحب الخيط تعملك سراجة مائلة بس ناحية الشمال، اللي تحت هتبقى ناحية اليمين زي اللي فوق. ركزي في ايدي لان كده انا مش هتكلم، خلاص كده كفاية عليكي كده النهاردة. نركزي مع ايدي احسن.